نعم مشاهدينا، فلتدم أنت أيها الوطن فليدم السودان بإنتاجه وبخيراته الشاسعة الواسعة، فليدم السودان بأبنائه الخلص اللي دائما بيسعوا لنهضته ورفعته المنشودة. بنتكلم عن السودان وشعارات كثيرة رفعت في فترات سابقة، وشعار قديم يراود أذهاننا في كل مرة أن السودان هو سلة غذاء العالم. فعلا السودان هو سلة غذاء العالم، والسودان هو معبر لكثير من الدول الإفريقية، هو دولة قارة بمناخه وبإنسانه وبيئته. فلذلك اليوم نسلط الضوء على الزراعة وبالتحديد في شمال كردفان، هذه البقعة الخضراء من الوطن، هذه الأرض الخصبة اللي أنتجت ما أنتجت، يعني في مجالات مختلفة، إذا كان في الزراعة، إذا كان في الثروة الحيوانية وغيره من المجالات. اليوم في صباح الشروق مشاهدينا نتحدث عن شمال كردفان، هذه الأرض الخضراء، ونتحدث أيضا عن حجم المنتوج في شمال كردفان. نسعد جدا أن يكون بمعيتنا سعادة الوزير دكتور حاتم جمعة المرضي، وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية شمال كردفان. أهلا بك وصباح الخير. أهلا ومرحبا بك، وحييك وحيي الإخوة، كل الأخوة والأخوات المشاهدين على امتداد بس هذه القناة العظيمة، واتمنى انه يعني نكون خفيفين عليكم ونقدم ماده مفيده ان شاء الله. الله يجزيك خير. اول حاجه مبسوطين جدا بحضورك صباحا، مبسوطين جدا انه برضه نشبك، نعمل تشبيك بيننا وما بينكم وما بين المزارعين بالتحديد في ولايه شمال كردفان. بدايه كده قبل ما ندخل في تفاصيل الحوار، طمئنا على الموسم الزراعي في شمال كردفان ونحن في مراحل الحصاد. يعني انا اولا احيي اخوتي واخواتي المزارعين والمزارعات على امتداد يعني شمال كردفان وامتداد السودان. حقيقة يعني هذا الموسم نحن بنعتبره كان ملحمة كبيرة على مستوى السودان وعلى مستوى شمال كردفان بالأخص. والموسم موسم مبشر الحمد لله. الأمطار الله سبحانه وتعالى من علينا بمطر، أمطار متواترة، أمطار يعني هطلت بصورة يعني أسعدتنا جدا. يا سلام. ونحن قاعد أقول كثير في كثير من اللقاءات إنه إحنا في شمال كردفان الأمطار كانت أمطار خير وبركة حقيقة لنا، وما كان عندنا الفيضانات زي ما حدث في بعض يعني مدن السودان، واستفدنا كثير من الأمطار اللي هطلت لنا وانعكست انعكاس إيجابي على الإنتاج. وإن شاء الله الناس يعني في مقبل أيام الناس الآن في حصاد توقع إنه يكون في إنتاجية عالية جدا بفضل من الله سبحانه وتعالى ومجهودات أخواتنا وأخواننا المزارعين. ده بيقودنا لسؤال، الاهتمام الكبير في شمال كردفان بالزراعة، ما قبل الزراعة في التحضير، فأنتوا كيف كان إسهامكم في التحضير اللي هو حتشوفوا نتائجه في الفترة دي بالتحديد، يعني فترة الحصاد؟ طبعا ممكن الكثير من المشاهدين الآن يعني بيتعاملوا مع الموسم الزراعي باعتبار أنه نحن زرعنا وحنحصد حصاد، لكن دائما نحن الفنيين واخواننا المزارعين بيكون عندنا عمل كبير قبل الموسم. يعني نحن الموسم احنا الان بنجهز الموسم القادم. يعني نحن بدينا حملات مكافحه الافات منذ يعني فبراير من السنه دي. يعني احنا قبل الموسم بخمسه شهور احنا شغالين، بدينا حملات مكافحه الافات، وهي حملات قوميه بتقوم بها الإدارة العامة لوقاية النباتات. هذه الحملات حملات لعديد من الآفات بيسموها المكافحة القبلية. أيضا عملنا على تجهيز التقاوي لأخواتنا وأخواننا المزارعين والمنتجين حتى أنه تتم الزراعة في التوقيت المناسب، وأيضا بيتم عمل إرشادي كبير قبل عملية الزراعة أو هطول الأمطار. دي كلها تجهيزات للموسم بتتم حتى أنه نحن ندخل الموسم ونحن على جاهزية كبيرة. دي بتنعكس طوال على الإنتاجية بتاعتنا، والحمد لله إحنا هذه السنة يعني بدينا بداية مبكرة وقدرنا إنه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى إنه نوزع تقاوينا في توقيت مبكر جدا جدا. قدرنا بحمد الله يعني نكافح الآفات بصورة جيدة قبلية، وده انعكس على الموسم، واللي ان شاء الله الناس حيشوفوه في الاسواق وحيشوفوه ان شاء الله في الصادر باذن الله. ان شاء الله باذن الله. سعادة الوزير، دائما بنتكلم عن ثقافه المزارع بالزراعه وإلماءه بكثير جدا من التفاصيل، حتى عن في الرش وتفاصيل اخرى بتهم الحرث وكذا. يعني
فأنا الشيء اللي عرفته أنت صديق جيد للمزارعين في حلهم وترحالهم يعني. فبرضه نتكلم عن ثقافة المزارع، فإلى أي مدى أنتم بتولوا لها أهمية هناك في شمال كردفان؟ نحن بالنسبة للمزارعين في منطقة شمال كردفان أو كردفان ودارفور، هذه منطقة تسمى بمنطقة الزراعة التقليدية، ده قطاع الزراعة، القطاع المطري التقليدي. مطري. وهذا القطاع المزارع دائما بيكون مرتبط بالأرض ومرتبط وعنده ثقافة عالية جدا في التعامل مع المحاصيل بتاعته ومع زراعته. وده بيخلينا نحن حتى كباحثين وكعاملين في المجال الزراعي فنيين، ثقافة المزارع وتعامله مع الزراعة بتاعته بيخلينا نحن ننظر لها بصورة تختلف عن المناطق المروية، لأنه هو المرتبط بالزراعة، هو القاعد مع الزراعة، هو يعرف يتعامل مع محاصيله بمجهود بسيط، بعمل إرشادي بسيط، ممكن إحنا المزارع ده نرتقي به وممكن نزيد الإنتاجية بتاعتنا. المكون الأساسي والرافد الأساسي للعملية بتاعت الشغل الزراعي هو المزارع والمزارع في شمال كردفان. وأنا بحيي مزارعاتنا في شمال كردفان، لأن إحنا المرأة عندنا في شمال كردفان بتمثل 60% من العمل الزراعي الموجود على مستوى الولاية. يا سلام، حنجي نفرد لها المساحة إن شاء الله في حوارنا معك سعادة الوزير. طيب بما أنه تكلمنا عن التحضير وتكلمنا عن بشرنا كل المشاهدين بموسم زراعي منتج إن شاء الله بإذن الله، نتكلم عن مدخلات الإنتاج وتوفيركم لها بالنسبة لعملية الحصاد. هل في أتم الجاهزية في توفير مدخلات الإنتاج من جوالات وكذا يعني تحضير بالنسبة للحصاد؟ طيب بالنسبة للمرحلة الأولى، إحنا تكلمنا كان مرحلة التحضير للدخول للموسم. طوالا نحن الموسم متواصل، إحنا الآن في مرحلة بتاعت حصاد. واحدة من أهم العوامل التي تساعد على الحصاد كما يعني تفضلت، اللي هي توفير المدخلات وتوفير البيئة اللي بتساعد على الحصاد. واحدة من أهم المدخلات المفروض يعني يتم توفيرها هي عملية تمويل الحصاد. صحيح. يعني المزارعين بذلوا مجهود كبير جدا جدا في الموسم المنصرم ده، والآن هم أمام حصاد لموسم طويل. توفير التمويل مهم جدا جدا، ونحن يعني سعينا مع عديد من مؤسسات التمويل من بنوك ومؤسسات التمويل في توفير التمويل للمزارعين في فترة الحصاد. والآن العمليات جارية، نحن ما بنقول إنها هي يعني انتظمت كل الولاية، لكن العمليات جارية في عملية تمويل للمزارعين والمزارعات حتى إنه يقدروا يحصدوا الحصاد بتاعهم ويحافظوا عليه، لأنه الحصاد بتاعه ده بيعني أمن اقتصادي بالنسبة لهم وأمن اقتصادي بالنسبة للدولة. صحيح. بالنسبة للمدخلات الأخرى، المدخلات الأخرى أيضا هي طبعا بيتم تمويلها عبر البنوك، اللي هي دائما بيتم تمويل المدخلات أو بيسموها تمويل التغانات. صحيح. فبيتم تمويلها اللي هي جوالات وغيره، بيتم تمويلها حتى إنه المزارعين يقدروا يحصدوا حصادهم في عبوات صحية تساعد على الحفاظ على المحصول بتاعه. سعادة الوزير، هل في سعر تركيز معين للجوالات يعني أيا كان نوع الإنتاج، إذا كان طابط ولا ود أحمد ولا فتريته ولا أرفع قدمك ولا أي منتج تاني في الفترة دي بالتحديد، هل في تحديد لسعر معين للبيع والشراء؟ أبدا، نحن بالنسبة للبنك الزراعي ممكن السعر التركيزي هو بيطلع من الإخوة في البنك الزراعي بعد الحصاد. أي ولكن حتى الآن نحن ما وصلتنا ما يفيد إنه مثلا في سعر تركيزي للذرة بالذات كواحد من المحاصيل المهمة في السودان. وأنا من هنا بناشد إخوتنا في وزارة المالية الاتحادية في البنك الزراعي على إنه هذا الموسم موسم جيد، ولا بد من تدخل هذه الجهات لدعم المحصول وشراءه، حتى انه ده بيساعد على استمراريه الانتاج، لانه دي محاصيل بتاعت امن غذائي، ولا بد انه الدوله تتدخل بصوره قويه في هذه في تمويل هذه المحاصيل وشراءها. انا قلت كذا سعاده الوزير برضه عشان نشير للمزارع، لانه هو في كل فتره يعني بينتج كميه كبيره جدا، ولكن نسبه للسوق وسعر الجوالات في السوق فبيحتكر المحصول في مخازنه يعني،
ولربما لفترة تانية بعد ذاك يطلعوا للسوق في حال ارتفع سعره. فبرضو زي ما ذكرتي أنت كل ما شجعنا المزارع وضفنا له قيمة إضافية بالنسبة لمحصوله هو يكسب وبرضو الدولة تكسب واقتصاد البلد يرتفع يعني. فدي كانت نقطة الرئيسة لأنه دائما بتخوف المزارعين في قصة المحصول والقيمة التركيزية بتاعته يعني. أيوة لأنه التسويق مهم يعني. أنا مزارع بينتج إنتاج يعني كبير وموسم كامل وبعد ذاك يجي يعني يواجه بأسعار ممكن تكون يعني أقل من تكاليفه، وبالتالي المزارع ممكن يعزف عن الزراعة في الموسم القادم. فلا بد من تدخل الدولة بصورة قوية جدا جدا في عملية تركيز الأسعار، وده بيساعدنا كثير جدا جدا في الإنتاج، وخاصة إنه أن إحنا كدولة زي ما أنت ذكرت في بداية هذه الحلقة إنه أن إحنا دولة تعتبر سلة لغذاء العالم، والآن الحرب الأوكرانية الروسية دي أن إحنا مرشحين لأننا نلعب دور كبير جدا جدا في سد الفجوة الغذائية على على مستوى العالم في حال اتحدنا. أيوة وقدرنا نزرح كل المساحات الشاسعة ونوظف إمكانياتنا يعني. أيوة نعم صحيح نعم. طيب سعادة الوزير ما شاء الله أنت بصحبتك باحثين ومختصين في مجال الزراعة، وده مش اللي بنفتقده. نحن بنفتقد انه يوظفوا المختصين والعلماء ديل عشان يقدروا يسهموا لنا اسهام مباشر في عمليه الانتاج. مؤتمر الحبوب الزيتيه الخامس اللي انعقد بالخرطوم اللي كان مدته يومين، ادينا فكره عامه عن المؤتمر ولاي مدى هو ممكن يسهم اسهام مباشر في ترقيه النشاط الزراعي في شمال كردفان. مؤتمر الحبوب الزيتيه هو مؤتمر عقدوه الاخوه في اتحاد اصحاب العمل، وهذا المؤتمر يعني مؤتمر عالمي التأم ليومين، وفي اليومين ديل اليوم الرئيسي كان يوم أمس. وهذا المؤتمر قدمت فيه العديد من الأوراق من داخل السودان ومن خارج السودان تعكس واقع الحبوب الزيتية على مستوى الإقليم بتاعنا هنا اللي هو إقليمنا نحن وجيراننا، وعلى مستوى العالمي لأنه قدمت أوراق من الهند، من الصين، من اليابان، وأيضا قدمت أوراق داخلية هنا تتحدث عن الإنتاج، تتحدث عن وضع السودان. وحقيقة أنا كنت يعني فرح جدا ومبسوط للمعلومات اللي نحن طلعنا بها من هذا المؤتمر، وأيضا أحيي أخواننا في الغرفة التجارية في التنظيم الجيد. كان في تنظيم جيد جدا جدا مشرف حقيقة، لكن كانت معلومات سرة. كل من حضر هذا المؤتمر طلع بمعلومات إنه نحن بوضعنا الآن بإنتاجنا المتوقع الآن بمستوى الأمطار اللي نزلت عندنا نحن بقليل من المجهود يمكن أن نسد الفجوة اللي اتخلقت نتيجة زي ما قلت لك للحروب اللي اجتاحت العالم وللفيضانات وللمشاكل بتاعت التغيرات المناخية اللي اجتاحت العالم. حقيقة أن إحنا ممكن في فجوة في الصين زي ما وضح أمس، فجوة في اليابان، فجوة في الهند في الحبوب الزيتية، ونحن عندنا زيادة بتاعت إنتاج. فنحن مؤهلين تمام إنه نخش السوق ده السنة دي بقوة. فنحن من هنا بنوصي أخواننا في على الدولة في أعلى مستوياتها في إنه السودان هذا العام مرشح لإنه الإنتاج الزراعي يقود الاقتصاد بإذن الله تعالى. يعني من هذا المؤتمر ده إحنا كلام شفناه بعيوننا وسمعناه بأذاننا، بقليل من المجهود ممكن نمشي لقدام. نحن بنعمل وبننتج الآن ونطلع في روشتات لكل المزارعين ومبشر بكل المشاهدين، فعلى جانب آخر من الجمال اختصاصي الحدائق يعني والتنسيق هم يعملون الآن صباحا برضو لعناية المشاهدين. طيب سعادة الوزير شنو أبرز الأوراق اللي نوقشت؟ يعني أنت تكلمت عن بشريات وأمال عريضة ممكن أن نشوفها بإذن الله إذا اجتهدنا وإذا عملنا، فشنو أبرز الأوراق اللي نوقشت الممكن تسهم لنا إسهام مباشر في دفع عملية الإنتاج في السودان برفقة المختصين والدول المشاركة يعني؟ حقيقة كان هو المؤتمر اتقسم لجزئين اليوم، اللي هو الجزء الأول كان للأوراق المقدمة من خارج السودان وقدمت أوراق، وكان في حضور كبير يعني وخاصة أخواننا الهنود يعني مهتمين اهتمام شديد السنة دي بالسودان،
لانه المشاكل الحاصله لهم هم في التغيرات المناخيه والفيضانات اللي حصلت وكده. النقص ده هم جو عكسوا لينا اهميه السودان، ورونا انه احنا مهمين بالنسبه لهم في عمليه الاستيراد الغذائي وخاصه الفول السوداني والسمسم. يا سلام. وايضا اخواننا في اليابان هم انقطعوا عننا فتره يعني في استيراد السمسم السوداني. وبالمناسبة السودان من أوائل الدول في شرق آسيا كانت بيستورد من السودان من الستينات، لكن لبعض الظروف الفنية انقطعوا، لكن الآن هم دخلوا بقوة. ويعني حقيقة واحد من أخواننا اليابانيين قال لي نحن السمسم السوداني ده انقطعنا منه لكن عنده طعم خاص. يا سلام. يعني بفتكروا أنه طعمه خاص، وبالتالي هم رجعوا ورجعوا لنا وهم عندهم بعض الشروط وكده، ونتمنى ان احنا نقدر هذه الشروط يعني نعملها ونحققها وندخل السوق الياباني، لانه السوق الياباني سوق مهم. احنا في يوم من الايام كنا بنمثل 17% من السوق الياباني، والسوق الياباني في السمسم بالذات هو اكبر سوق. اليابان اكبر مستورد لسمسم في العالم. ان احنا دخولنا في هذا السوق بيساعد كثير جدا في رفع صادراتنا للعالم الخارجي. أيضا الأوراق السودانية اللي قدمت حقيقة عكست المجهود الكبير اللي تبذل في الموسم ده. يعني أخواننا في غرفة الحبوب الزيتية افتكر إنهم هم بذلوا مجهود كبير على تواصل كبير مع الولايات، عكسوا المساحات، عكسوا المجهودات. والمؤتمر ده افتكر إنه هو رسالة لكل المزارعين اللي قاعدين شغالين في حقولهم، ولكل الفنيين الموجودين في مكاتبهم، وكل الباحثين الموجودين في معاملهم، في انه يا جماعه ان احنا ممكن بقليل من المجهود ممكن نمشي لقدام يعني. وممكن يعني نعبر عبور كبير جدا جدا فيما يخص العمل الزراعي. العالم كله راجي منتجاتنا دي، والعالم كله معترف بانه احنا منتجاتنا دي طعمها جيد ومنتجاتنا دي نظيفة وعضوية. سعادة وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية دكتور حاتم جمعة، في المؤتمر اللي انعقد ده نحن نتكلم في الفترة الأخيرة في انفتاح كبير للسودان على دول الجوار، على المحيط وعلى الإقليم وعلى العالم، فده تشبيك مهم جدا نحن نحسبه أنه بادرة خير. فأنت كل ما عملت وسعيت عشان توصل صورة السودان على أقل تقدير تسوق للسودان بخيراته، فبالتأكيد بيكون الناتج جيد يعني. فلأي مدى ممكن نقول برضو المؤتمر ده هو جامع تشبيك لعلاقات حتى لو ما كان نفذت في الفترة اللي منعيش الآن يعني؟ حقيقة هو ده ممكن يكون ده هدف أساسي للمؤتمر، اللي هي عملية خلق شراكات وتشبيك مع مؤسسات ومع شركات كبيرة ومع دول، مؤسسات حكومية في دول تساعد على الترويج لمنتجاتنا. يعني نحن لما نعاين لقائمة الدول اللي بتستورد مننا المنتجات الحبوب الزيتية على خاصة الخصوص، بنلقى انه يعني نحن بنتحدث عن دول تكاد تكون في القارات الخمسة الستة. فنحن بنصدر للجميع، وبالتالي نحن بنطلع لانه الفترة القادمة في القريب العاجل ان شاء الله انه نحن تستقر، وبالتالي المؤتمر ننطلق فيه ان شاء الله في القريب العاجل بعد استقرار البلد دي اكثر، ننطلق لافاق ارحب ان شاء الله. دكتور يعني في ختام لقائنا معك بصوره سريعه، احنا تكلمنا عن الحبوب الزيتيه وعايزين نطلع يعني والصوره مكتمله، يعني اذا كان السمسم او الفول السوداني الى اي مدى ممكن برضه مهم تكون عندنا مصانع لصناعات تحويليه عشان ما نصدر المواد خام بالنسبه لدول الجوار او الدول المحتاجه يعني سريعا؟ طبعا القيمه المضافه في العمل في القيمه المضافه مهمه جدا في الشغل بتاع الصادر. فنحن سنين عديده بنصدر خام، والدول اللي بتستورد مننا بتستفيد من يعني من الباي برودكت اللي بتطلع من المنتجات دي. فنحن يعني ده المفروض يبدا من المزارع الصغير نفسه. والمزارع الصغيره على مستوى الحقول بتاعتهم
اللي هو المكانات الصغيرة المفروض نحن نوفرها لهم، ده اللي يعمل لنا قيمة مضافة من الحقل، وبعد ذاك نحن نمشي بتدرج صحيح. لحد ما نصل للمصانع الكبيرة، وده بيساعدنا في انه يعني يركز لنا الأسعار. يعني تركيز الأسعار واحدة من أهم حاجاته أو أهم الأشياء ممكن تدخل في عملية تركيز الأسعار وثباتها وارتفاعها، اللي هي عملية إضافة القيمة للمنتجات الزراعية. جميل سعادة الوزير، الحديث برضو عن الحبوب الزيتية ومصانع التحويلية بيحتاج لحلقات أخرى عشان نقدر نشرح فيها ونفصل فيها أكثر، لكن إحنا أكثر سعادة بحضورك صباحا وعلى كل المعلومات اللي أنت أضفتها الآن في صباح الشروق لكل المشاهدين، والبشريات الطيبة لإنسان شمال كردفان سعادة الوزير دكتور حاتم جمعة المرضي وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية شمال كردفان، كتر خيرك على حضورك صباحا. أنا شاكر ومقدر لكم وأحييكم وحييكم على رسالتكم، رسالة التنمية ورسالة السلام ورسالة التعايش، واتمنى انه يعني نلتقيكم مرات يعني عديدة ونعكس يعني كل ما يدور في شمال كردفان ان شاء الله باذن الله.